من موسكو ينضم إلينا مراسل الغد يوسف بيجار. أهلا بك يوسف، ضعنا في سياق أي جديد متعلق بالأعداد والحصيلة النهائية للإصابات وجديد الإجراءات أيضا في مواجهة الفيروس. نعم، سجلت روسيا اليوم أعلى حصيلة في معدل الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا. مركز العمليات كشف عن إحصاء حوالي 150 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة بسبب كوفيد 19 إلى 3229 حالة. أعداد الإصابات الأخرى ارتفعت بنحو 8840 إصابة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 326,000 إصابة، الأمر الذي يجعل روسيا تحافظ على المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات. منذ قليل أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة الروسية ومع الخلية المسؤولة على مكافحة هذا الفيروس. بوتين وصف الوضع ووضعية فيروس كورونا في روسيا بأنها دخلت مرحلة الاستقرار بفضل الإجراءات المتخذة وبفضل تسجيل انخفاض الإصابات اليومية في فيروس كورونا. الإجراءات التي تبنتها الحكومة الروسية لا تزال قائمة، لكن بعض المقاطعات والمدن التي تسجل انخفاضا في النسب اليومية والإصابات بفيروس كورونا دخلت المرحلة الأولى من تخفيف القيود، خاصة في الشقين التجاري والاقتصادي. عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي صابيانين قال بأن العاصمة مستعدة للدخول في المرحلة الأولى من تخفيف القيود التجارية والاقتصادية، وأكد أن حوالي 88 مركزا حكوميا سيباشرون الأعمال والأشغال بداية من 25 مايو. في هذا الأثناء كذلك الصحة الروسية قالت بأنها زادت من عدد الكشوفات والتحاليل للكشف على فيروس كورونا، أكدت بأنها بلغت نحو 8 ملايين تحليل للكشف عن كوفيد 19. أشكرك جزيلا يوسف بيجار مراسل الغد من موسكو.